يعني حتى قال للممرضين، قال لهم قنعوا ابو نبا وخلي يلف ابنه وياخذه. يعني توفى هذا الطفل فارق الحياه. اي زين انت. وخلال فتره من هذه الدخول بالدعوه اجى خبر من السيد احمد الحسن بان افحص مره ثانيه، بينما انا كنت ما متوقع بان السيد يدري، ولا كنت قايل له بان انا بيا ورم اصلا بالدوام. كلمه احمد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا. الله سبحانه عز وجل يؤيد أولياءه بعالم الغيب وعالم الملكوت، وقد رأينا مؤيدات وآيات وكرامات كثيرة خلال مسيرتنا مع السيد أحمد الحسن اليماني صلوات ربي عليه. رأينا كثير من الكرامات والمؤيدات الإلهية لهذا الإمام المبارك يماني آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ورأينا كرامات ومعاجز، ومن ضمن مما ما رأينا أقص هذه الكرامة للسيد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان لي صديق من أصحاب المواكب وهو خادم للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في الطريق، وكانت علاقتي به منذ حوالي أكثر من 15 سنة. فكنت قد عرضت عليه الدعوة قبل هذه الحادثة بحوالي 2 سنة، لكنه كان عنده شك في داخل نفسه ولم يقبل بذلك، ولكنني لم أقطع علاقتي به. فكنت عندما أذهب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام ماشيا أمر عليه وأعامله معاملة طبيعية، إلى يوم من الأيام كنت عند أهلي واتصل بي هاتفيا بالموبايل وقال لي: سيد حسين، أريد أن تأتيني بسرعة لأنني أشرفت على الموت ومريض جدا. وكان أحد أصحابي والأخ أبو أكرم أخذته ورحنا، وكان الرجل من أهل غماس، فذهبنا إليه لكي نعوده ونسأل عنه. وعندما ذهبنا إليه وجدنا حاله يرثى له، وهو مشرف على الموت ولا يأكل شيئا إلا أنهم يعطونه في الليل كأس من الحليب. وقد أساءني هذا الموقف لأنه صديقي ويعز علي منذ سنوات كثيرة، فقال لي أبو أكرم في الليل، طبعا تضايقنا لأنه الرجل ليس كالعادة، كان يفر بينا، كان عندما نمر عليه يقوم بالواجب كذا، نحن تربطنا به علاقة أخوية، ساءنا الأمر جدا. لكن بتنا تلك الليلة، فقال لي أبو أكرم: هل عرضت عليه الدعوة؟ قلت له: نعم عرضت عليه الدعوة لكنه أباه. قال: كرر هذه القضية على هذا الرجل لعل ما يتوسل بالسيد عليه السلام فيخلص من هذه القضية. وفعلا الرجل لم ينم تلك الليلة من الألم، وكان قد يأس من الشفاء وذهب إلى العديد من الأطباء، حتى أن عائلته وزوجته قد أحاطوا بي في تلك الليلة وقالوا لي: سيد حسين، هذا الرجل صاحبك منذ سنوات كثيرة، شوف له، في لهجتنا قالوا شوف له شارة. يعني يعز علي أنه أنا أرى ذلك الرجل بهذا الموضع، ولكني كررت عليه في تلك الليلة وهو في تلك الحالة. قلت له: لولا أنني أراك على هذه الحالة لما قلت لك، لكني أقول لك: هل تريد العافية وتريد الشفاء؟ فقال لي: إني أحلم بذلك، لا يمكن أن تأتيني بعد العافية. فقلت له: لا إن شاء الله تأتيك،
ولكن أنت قد حدثتك قبل سنتين بقضية السيد أحمد الحسن اليماني عليه السلام ودعوته المباركة، لكنك رفضت وكان عندك شك بهذا السيد عليه السلام. واليوم حتى يذهب الشك منك أنا أدعوك أن تتوسل إلى الله تعالى به أن يمن الله عليك بالشفاء والعافية، وإذا شفيت يكون ذلك أثرا لك من الله تعالى على أحقية السيد أحمد الحسن عليه السلام. فقال لي بهذه اللهجة: وهل يستطيع أن يشفيني؟ قلت: إن شاء الله بشفاعته عند الله إن شاء الله يشفيك حتى تكون لك عافية الدنيا والآخرة. سمع ذلك الكلام وسكت، لكننا عندما استيقظنا في الصباح لصلاة الفجر أنا بعد ما قلت له ادعو السيد، لكنه هو صاح لي، قال: سيد حسين اقترب مني. أنا اقتربت من الرجل، قال: أريد أن أنت بلسانك تتوسل لي بالسيد إلى الله. فأمسكته من يده وقلت له: ردد معي. فردد معي فقلت: إلهي وسيدي، أقسم عليك بوليك وحجتك على خلقك سيدي ومولاي أحمد الحسن اليماني رسول الإمام المهدي ووصية، أن تصلي على محمد وآل محمد، وهو يردد وراي، وأن تمن علي بالعافية وتلبسني لباس العافية، وإني إذا لبست لباس العافية وخلصت من هذا المرض العضال سأبايع سيدي وإمامي أحمد الحسن ويكون ذلك دليلا لي. ثم وضعته في الصباح وكتبت اسم السيد على جسده. طبعا أبو أكرم بعد أن صلينا ونمنا صبحنا الصبح سوينا ريوق، قال: رأيت رؤيا. ياهو اللي رآها أبو أكرم. قلت: خير إن شاء الله. فبيني وبينه قال لي: رأيت في عالم الرؤيا بعد صلاة الصبح كأن هذا الرجل اللي احنا بايتين عنده كأنه قد شفي وقد ذهب إلى بيت الله سبحانه عز وجل إلى الحج، وجاء من الحج ونحن جئنا لزيارته. فأنا قلت له: لا تتكلم بهذا، لأن الرجل في البداية. قلت له: اترك هذا الأمر بيني وبينك. ثم خرجنا من الرجل، وبعد 4 أيام عندما عدنا إلى أهلنا، بعد 4 أيام تقريبا أو 5 أيام اتصل بي وقال: سيد حسين، لقد ألبسنا الله لباس العافية، وأنا الآن بكامل صحتي وعافيتي، وأبشرك بشارة أخرى. قلت له: ما هي؟ قال: لقد خرج اسمي في العمرة لبيت الله، يشهد الله على ذلك ورسوله والمؤمنون. ثم ذهب إلى بيت الله، والآن هو حي وقد آمن وبايع السيد عليه السلام، وذهب إلى بيت الله، وذهبنا إليه بعد أن عاد وسلمنا عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. سلاما لأحمد طول المدى، سلاما المقر لآل المهدي.